بالنسبه لي تجربه ناجحه، لانه باش تتاكد القوه ديالك والمشاركه ديالك وانك الوجود ديالك في هذه اللعبه. اكدناها في كاس افريقيا 3 مرات متتابعين، اليوم نؤكدها في كاس العالم على المره الثانيه. تنظن ان المشروع غادي مزيان، هذه الرياضه غادا في المستوى. كنا تنطمحوا الاكبر، لكن كانت اكراهات لا من ناحيه الاصابات ثم من الطريق ديال القرعه اللي كل مره تيطيح في فريق قوي اللي فريمون تنحاولوا نخرجوا كل ما عندنا. فانا تنظن اننا في المسار الصحيح، وفي ظل الامكانيات اللي موفره مازال غادي نزيدوا نجتهدوا، غنحاولوا نشتغلوا على كل شيء، نطوروا البطوله، نطوروا الفئات، باش ان شاء الله نشوفونا ابطال للعالم قريبا باذن الله. بالفعل اكيد هادشي اللي حنا فرحانين ليه، انه تكنيكمون ما بقاوش هذاك التفوق. كنا شحال هادي تنفرحوا تنقولوا راه انجاز، اليوم راه حنا كارت فيناليست وتكلاسينا في الترتيب العام انه تقريبا 50 ولا 60 في هذه البطوله هذه. ومع ذلك فينا واحد الحسره صغيره انه كان بامكاننا نجيبوا هذيك الكاس، ولكن لانها تتعبر غير قوه المنتخب الوطني المغربي، حنا بغينا تكون منظومه كامله قويه. فلذلك ربي سبحانه وتعالى ربما اجل لنا باش تكون المنظومه كلها قويه، فئات، بطولات، تكوين، وهذا هو اللي غادي نخدموا عليه. حنا ما غاديش نسلموا، غنبقاو نشتغلوا ان شاء الله باش نكونوا في القمه باذن الله. الجماهير المغربيه الله يعطيهم الصحه، تنشكرهم بزاف. الجماهير المغربيه هي اللي خلاتكم تجي وخلات هذه المتابعه، لانهم الجماهير المغربيه تيبغيو هذه اللعبه وتيتبعوها، يعني اي حاجه فيها فرجه فيها تقنيه تنشكرهم بزاف. شي ديال يومين قبل درت عاوتاني ليكوغرافي والريسونانس، وشفنا ماشي القضيه ماشي صعيبه بزاف، ما ترش كامل داكشي اللي كان خايفين فيه، وغير شي شهرين ان شاء الله غنرجعهم فوق. الدراري اللي سافرت لاوزبكستان اللي شجعنا من لهنا عاونونا بزاف، وشكرا. مريض كيخليك الله يجازيكم بخير. 48 ساعه.